بس يا المغجلين وحلقة جديدة. واليوم يا جماعة راح يكون عندنا لعبة كرة قدم أخرى. اليوم راح يكون لعبتنا راح يكون عندنا هجمة ولازم نسدد. قبل فترة لعبنا لعبة نفس الفكرة بالضبط بس كانت أركيدية. هاي اللعبة يعني نوعا ما تحس ان اشكال اللاعبين ممكن تكون شوي واقعي المفروض يعني. المهم الحين ايش لازم اسوي؟ اصوب على طول على المرمى. اوه ماي جاد، الحارس وقف مكانه ما قدر يسوي ولا شيء. عندنا حاليا هجمة، خلينا نمرر الكرة هني فوق، استلمها على طول، حطها هني في اصعب مكان على الحارس، خلي الحارس ما يفكر حتى ينط وما يقدر حتى ينط اصلا من الاساس بالطريقة هذه. حاليا عندنا تدريبات يا جماعة. ايوه نختار لاعب من بين اللاعبين، نقدر نغير طبعا، نضغط بهالطريقة يتغيرون اللاعبين اللي موجودين. مثلا يلا نختار اللاعب اللي ورا، يلا ناخذ اللاعب، نقدر نختار اي بلد حابين نحن نحطه. مثلا خلينا نحط البحرين يا جماعه، فاخترت اللاعب حقي. حالي المدرب قاعد يكلم اللاعب حقي وقال يلا ادخل تمرن نلعب الكره بالطريقه هذه، كره مباشره بالراس، خلي الحارس ما يتحرك، لا تخلي الحارس يتحرك من مكانه. رهيبه جدا صدقوني يا اخوان، اللعبه هذه فيها جوده فعليا، تحس ان في شيء قاعد تلعب. ايش قاعد تقول سيء؟ المهم يعني اللعبه جوده انا فهمتوني. نروح تدريب ولا مباراة؟ ما ادري، عندنا هني شيء، اوكي تدريب يلا مشينا التدريب. يلا اللاعبين هذيلهم جاهزين، قاعد يدخلون الملعب بالطريقة هذه. سدد في المرمى على طول، مستحيل على طول بالمرمى، مرر ما. لا 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 لا، سدد على طول في الجول، خلي الحارس يوقف مكانه ونروح المباراة اللي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد المباراة اللي بعدها خلنا نشوف وش عندنا. اوكي طلع في صوت اللعبة تونا ادري. المهم مرة هني المكان اوه شالها المدافع، العاط بينيه، نلعب عرضيات ممكن. يا سلام عليك، خاطر اجرب اسدد، والله خاطري اجرب اسدد. لا غلطان سيد، غلطان على بالك اللعبه ضعيفه يعني؟ لا لا لا، اوكي انا شفت الحارس ما تحرك كل هجمات تقريبا. نعطي عرضيه بهالطريقه، استلام ممتاز، العبها تحت. يلا انا متعمد ترى، بس كانها اوفسايد بس مو متاكد، كانها اوفسايد ما انتبهت. المهم عدينا الليفل، وصلنا الليفل الخامس، بس ليش الصوت طلع متاخر يعني في اللعبه؟ ما اعرف، شيء غريب. ركنيه، في لاعب ورا فاضي، عطى كره ابى هني بس لا، شال المدافع، رجعت حطها في الجول. ما ادري كيف، لا اتوقع طبيعي لانه لعبت في مكان غلط، كان المفروض اني احطها فوق الحارس اذا كان يمديني، مع انه احس صعب نوعا ما. اللعبة اللي بعدها، اوكي اللعبة اللي بعدها، اللاعبين دخلوا حاليا، عندنا فاول يا اخوان، الحارس وين واقف؟ هي اوه راحت في العارضة وصدها، والله ما يستحي الحارس هذا. لا سيد عاد ركز يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، روبرتو كارلوس، يا سلام في المرمى، حطينا الهدف على طول وعدينا الليفل. نكست الليفل السابع، سبع ليفلات الحين واحنا ماشيين بشكل رهيب. حط بينيه هني، ايوه حطها هني. ضعيفه يا سيد، ضعيفه جدا ضعيفه. مره ثانيه داخل المنطقه، هم سيئه. لا سيد غلط. اوكي خذ الكره، سدد في المرمى. سيد اقوى الحارس. يلا لا قلنا اقوى، ما قلنا تضيعها برا بالطريقه هذه. ما نبي نعي، نبي نلعب بهالطريقه. عطى تسجيله قويه. يا الله يا سيد. يلا ركز. ايه هذا الاسلوب الصح، ركز يا سيد. عدينا الليفل الحمد لله، عدينا الليفل، نروح للليفل اللي بعده، الليفل الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم، اللاعبين يدخلون ارضيه الملعب، عطى هني كره رهيبه. ايوه اوه باقت الحارس، حركة الكرة نوعا ما احسها واقعية للامانة، ما ادري احس يعني مقارنة مع باقي ال. اوكي اختار الفريق حقي، ليفربول ولا مانشستر؟ خلينا نختار ليفربول. اوكي اخترنا ليفربول، نختار رقم اللاعب مثلا رقم 14، يعني انا احب رقم 13 بس مو موجود، راح اختار. اوكي الظاهر مو كل الارقام مفتوحة، اوكي لا خلاص 14، اخذنا 14 الحين، ونختار اسم اللاعب حقنا فنكتب سيد. يلا هذا سيد، اخترنا اللاعب جهزناه، اذا راح ينضم حاليا لاحد الانديه. بس ثواني الحين لازم احاول ان اكون اناني شوي، يعني العب لاعبي اسجل بلاعبي، يعني هذا راح يصير. اول مباراه راح تكون ضد مانشستر يونايتد، هم راح يكون بالطقم الاحتياطي واحنا بالطقم الاساسي، فاذا الحين اجواء مباراه يا اخوان. بسم الله
في تدخل فلازم ألعب هني. هذا أنا، هذا أنا وسجلته، هذا أنا وسجلته. أوه قوام الدور الإنجليزي، حركات حركات الحين جد يا إخوان. لعبنا المباراة مثل ما شوفون فزنا فيها. المباراة اللي بعدها يلا ولفرهامبتون، مشينا أجواء الملعب وحركات أسطورية. رميت تماس، لعب هني ثاني، هذا بيلعب هني. أنا ويني؟ لا انقطعت الكرة الحين، ما في مزح. ليز ركز، ليز ركز، في عندنا لاعب هنا. وش ده وش ده وش ده يا اخي، هذا حكم، انا خايف من الحكم. او ماي جاد، لعب هني. العبها لسيد، سيد استلم الكرة، العبها فوق. اوكي العبها هني، احتاج احد، احتاج احد، لعبها لسيد. لا لسيد، لسيد حكم كمل يا ليل، حكم كمل يا اخي، مو حكم، ماذا اللعبه كملي. اقطع، عبا هني، لف، عطى سيد، سيد راح يلف وراح يحطها في المرمى على السريع. سيد بيحطها في المرمى على السريع. الله الله الاحتفاليه. اذا الحين مثل ما تشوفون مشينا تقريبا في اللعبه بشكل ممتاز، لدرجه ان احنا عدينا اول او اول تقريبا ثاني مباراه، مو اول مباراه، ثاني مباراه الحين عديناها. نفتح الشنطه حقتنا نشوف وش فيها، نختار شكل اللاعب، ما نبي شيء الحين، خل كل شيء مثل ما هو عليه، ونروح المباراه اللي بعدها ضد لندن بلو. لندن بلو من ممكن يكون؟ منو لندن بلو؟ ما اعرف. المهم العب هني، لعبها داخل، سيد استلم الكره، هذا سيد الظاهر، سيد هذا، المهم سجلها. ايه سيد، سيد سجلها على طول في وقت متاخر، وعطى احتفاليه يا حبيبي بعدها. اوكي الحين بعد كل مباراه نلعبها اعلان؟ لا عاد، تونا ايش حلاوتنا؟ تو وضعنا حلو يعني، ماشيين وقاعد نلعب وامورنا تمام، معنا كل ليفلين مو مشكله، بس مو كل ليفل. رميت تماس، رميت تماس قويه، عبه هني، سيد خذ الكره، خلاص خلاص المرمى فاضي، خلاص خلاص اعطاني، قال لي اوه رشهم رشهم رشهم، اعطاني قال لي خلاص. او ماي جاد يا اخي، ما يعجبني بالطريقه. اوكي احط اعلانات بس مو كل ليفل يا اخي. المهم الليفل اللي بعده، الليفل اللي بعده يا اخوان، اللعبه حلوه بس يعني شو نسوي؟ تمرين يلا، تمرينات عام ما فيهم، ماري ما فيهم، غلط غلط ضيعناها، عيد. ايوه غلط، عيد. اوكي هم عيد، عيد يا سيد، يلا بسم الله. هاي قول، قول هذه صداها الحارس. يا سلام، في المرمى، ارضيه جميله راحت في المرمى. فعدينا ايضا ليفل اخر مثل ما تشوفون يا اخوان. كنسل هذا، والله المفروض يحطون خاصيه ان احنا نشيل الاعلانات كليا، بس يلا مو مشكله. انزين اللي بعده، اوه اوه راح العب مع المنتخب. مع المنتخب، خلنا ناخذ رقم، يلا رقم 17، اعطني رقم 17. بسم الله، اول مره راح العب مع المنتخب، تمام. اذا هذه مباراه حاليا ضد كمبوديا، يلا كمبوديا، مباراه منتخب، اول مباراه منتخب في تاريخي. نلعب الكره هني، انا ويني اصلا؟ وش ده وش ده؟ لعبها لسيد، لعبها لسيد على السريع، السلام، لا وين وين؟ كمبوديا فايزين علينا بعد، مش لسه؟ اوكي اوكي آه كان هذا سيد، هذا سيد يا سيد، هذا سيد، لا رقم 17، انا نسيت، نسيت ان انا رقم 17 يا جماعه، نسيت الموضوع. المهم شيل 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 يا ابوي، نسيت ان انا رقم 17 مع المنتخب، غير رقمي، غير مع المنتخب، غير مع النادي. المباراة اللي بعدها نرجع للدوري، مباراة في الدوري ضد مانشستر سيتي الظاهر. ايوه هني 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 هني، سيد سجلتها، ياب سجلتها بشكل غريب جدا، سجلت الكرة وراحت في المرمى يا اخوان. خلونا الحين نروح لاخر ليفل راح نلعبه ان شاء الله في المقطع هذا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلنا نروح ونلعب اخر ليفل. افتح الشنطة، اوكي حصلنا اشياء اضافيه بس ما نبي شيء منهم. نروح للليفل اللي بعده، لندن وايت، يلا لندن وايت نلعب ضدهم. ايزي ان شاء الله، ايزي ايزي، استلام حلو، حطها هني،
الله عليك الله عليك، سجلنا هدف يعني بس هجمة واحدة كل مباراة يا أخي، أعطونا هجمتين ثلاث، حاولوا نسجل أكثر وأكثر. فإذا يا حبايبي أتمنى عجبكم المقطع، أعطوا رأيكم في اللعبة، أتمنى عجبتكم، نشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة. اللايك أمر مهم، طق ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على أمم، هذا جيشنا يا عم، والأسيار أسطورة تتناقل على كل فم. باشتراكك تنضم وهذه أسهل وسيلة، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة.